السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم العناوين. بن صالح يقرن استقرار البلاد ببقاء بوتفليقة لعهدة رابعة، وتنسيقية أبناء الشهداء تناشده بالترشح مدى الحياة. وتتابعون في نشرتنا أيضا، ممثلة البنتاغون تشيد بالدور الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب بشمال إفريقيا وتعتبره ركيزة. وفي الأخير، احتجاج عمال شركة واحد جبس غردايا يدخل ثامن أيامه. إلى التفاصيل. من خلال كلمة وجهها الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، قرأتها نيابة عنه الناطقة الرسمية للحزب، ربط بن صالح استقرار البلاد ببقاء رئيس بوتفليقة في منصبه، ودعا القوى الوطنية المؤمنة بالاستقرار مثلما جاء في خطابه، دعاها إلى اعتماد خيار دعم الرئيس بوتفليقة في الانتخابات القادمة، كما دعا كل القوى الوطنية المؤمنة بالاستقرار والمثمنة للإنجازات المحققة، أي دعم الرئيس بوتفليقة الذي يعزز الوحدة الوطنية ويمنح الجزائر المناعة والقوة على حد زعمه. وأضاف بن صالح في نفس الخطاب وتثمينا لدور بوتفليقة في منح المرأة الدور البارز، أنه يعتقد أن موقف المرأة من دعم وإنصاف رئيس الجمهورية لها وتمكينها من حقوقها السياسية والاجتماعية يجعلها في مقدمة من يثمن إنجازات الرئيس التاريخية، فلا يمكن لها إلا أن تدفع بهذا الخيار لأنه الأنسب للجزائريات والجزائريين. وفي ذات السياق، على خطى المتسابقين في الالتحاق بركب الداعين إلى عهدة رابعة بعد الأحزاب والمنظمات الجماهيرية ونقابة سيدي السعيد، ناشدت تنسيقية أبناء الشهداء الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رابعة أو لعهدة مدى الحياة. صرحت الأمينة المساعدة المكلفة بالشؤون الإفريقية لدى كتابة الدولة الأمريكية للدفاع أموندا دوري، صرحت أمام أعضاء الكونغرس أن الجزائر تقوم بدور محوري في مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وفروعه. وأكدت أموندا دوري أن الجزائر تعد الركيزة في مجال مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، واعتبرت أن الجزائر تعد شريكا أمنيا هاما بالنسبة للولايات المتحدة. كما ذكرت أموندا دوري أن الجزائر تضمن التكوين والتجهيز لصالح البلدان المجاورة لمنطقة الساحل، وتساهم في الجهود الإقليمية المكثفة لمنع توغل من وصفتهم بالمجموعات الإرهابية عبر الحدود. وقالت إن البنتاغون بمعية وزارات أخرى تواصل توسيع تعاونها مع الجزائر من خلال مجموعة من الأعمال، بما في ذلك تبادل المعلومات. وأكدت أن كتابة الدولة الأمريكية للدفاع تسعى إلى توفير التجهيزات والتكوين لتعزيز قدرات الدفاع الجزائرية. وأوضحت ممثلة البنتاغون أن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والجزائر شهد تطورا من خلال البرنامج العسكري الدولي للتكوين والتدريب الذي يهدف إلى تعزيز احترافية وعصرنة القوات المسلحة الجزائرية. ومن جهته، قال كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بشؤون الشرق الأوسط ريتشارد شميرر أن الولايات المتحدة تشجع الجزائر على مواصلة توسيع دورها كبلد رائد في المنطقة للمساهمة في تحسيس البلدان المجاورة التي تكافح ضد التهديدات الإرهابية وتنقل الأسلحة عبر الحدود التي يسهل اختراقها. كما أبرز سيج ميرر أهمية أن تستغل الجزائر خبرتها العسكرية في مكافحة الإرهاب لتكوين القوات الأمنية الأقل خبرة في المنطقة والتعاون معها. ويرى المراقبون أن هذه التصريحات والإطراء من قبل الإدارة الأمريكية تصب في اتجاه واحد، هو الدفع بالجزائر إلى مزيد من الانخراط في الحروب الإقليمية بالوكالة في مجال ما تسميه الإدارة الأمريكية مكافحة الإرهاب. يدخل احتجاج عمال شركة واحد جبس غردايا يومه الثامن بعد قيامهم تنظيم اعتصام يوم السبت 17 نوفمبر الفارط أمام مقر المؤسسة. وقد أعلن العمال أن احتجاجهم مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم بعدما أغلقت حسب العمال كل الأبواب في وجوههم. وتعود أسباب الاحتجاج حسب العمال إلى سنة 2008، حيث كانت الشركة مؤسسة وطنية تابعة للدولة ومستها إجراءات الخصاصة، حيث أقدم مجلس الإدارة بالتواطؤ مع المدير بالسيطرة على 76% من أسهم الشركة، ولم ينل العمال الذين يفوق عددهم 60 عاملا إلا 24% من الأسهم.
ولتمرير هذا القرار قامت إدارة الشركة حسب العمال دائما بتنصيب مجلس تأسيسي مزور ثم عقد جمعية عامة مزورة دون إخطار العمال بذلك، وهو ما أدى بالعمال إلى تشكيل لجنة تدافع عن حقوقهم، حيث رفعت هذه اللجنة قضية ضد إدارة الشركة في المحكمة الابتدائية والمجلس القضائي والمحكمة العليا. لكن المدير العام رد على خطوة العمال هذه بطرد حوالي 20 عاملا من بينهم أشخاص قضوا 28 سنة في خدمة هذه الشركة، طردوا ولم يتلقى الكثير منهم أي تعويض. هذه شركة كانت شركة عمومية وتم خصصتها بعد تنازل دول المؤسسة صالح العمال أجراء. قامت الإدارة بتزوير محضر جمعية تأسيسية، تزوير مكشوف، المحضر نفسه يحتوي تاريخين. بعد المتابعات القضائية تعرض العمال للتعسف، طرد تعسفي، كلهم عندهم أحكام قضائية بالرجوع ما عندهمش. لكن كل هذا صبرنا عليه لخاطش القضية الأم هي قضية تزوير تاع جمعية تأسيسية اللي بها تأسس شركة، بها تدير مجلس إدارة، بها تقسم الأسهم. بعد صدور حكم نهائي بتاريخ 8 ماي 2013 صدر الحكم النهائي، المحكمة العليا يقول بلي الجمعية صاي مزورة، مما يعني أن مجلس الإدارة لازم يعلق النشاط تاعو فورا لخاطش دوك يولي في انتحال صفة. لكن مجلس الإدارة هذا نصب روحه فوق القانون وواصل المهام تاعو بالرغم من عدم الملائمة القانونية. راسلناه عن طريق محضر قضائي بين الوضعيه تاعو بناء على الحكم، بناء على القرار، بناء على حكم المحكمه العليا، راك في وضعيه غير قانونيه، نتفق مع بعضنا البعض، نعينوا حارس قضائي يسير الشركه مؤقتا لغايه عقد جمعيه على الاقل تصحيحيه. نصحوا بها الوضع القائم، الوضع اللي كان تاع التزوير، لكن مجلس اداره دائما في التعلم تاعو ومواصل في المهام تاعو بالرغم من عدم القانونيه، عدم الشرعيه. هذا قررنا درنا جمعيه مع بعضنا، قررنا باش نطلع نغلق مقر شركة اللي هي مجلس إدارة وليس شركة. مجلس إدارة هذا غير شرعي يتوقف فورا، والمطالب تاعنا رانا المطلب الواحد تاعنا هو إما بعقد جمعية استثنائية عينوا بها مجلس إدارة مؤقت يسير شركة لغاية عقد جمعية تأسيسية جديدة نصحح بها التزوير، إما بتعيين حارس قضائي يقوم بتسيير مهام شركة مؤقتا لغاية عقد الجمعية. شيء قانوني، شيء بسيط. وفي الأخير نذكر بمرور 70 يوما على اعتقال عبد الغني علوي المدون على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإيداعه على الحبس الاحتياطي بتهمة الإساءة لشخص رئيس الجمهورية والإشادة بالإرهاب. وكانت عدة منظمات دولية من بينها هيومن رايتس واتش وأمنيستي انترناشونال قد طالبت من النظام الجزائري أن يفرج عن صراح هذا الشاب الذي لم يمارس سوى حقه في التعبير عن الرأي المكفول في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر. وقبل أن نفترق ندعكم مشاهدينا الكرام مع هذه المختارات من الصور الكاريكاتورية، كما نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني info@rashad.tv، أين نستقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم بالإضافة إلى دعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار تلفزيون رشاد. بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.